من خلال شريط الوثائقي فليشاهد معا. شكرا لكم. تحية الجزائرية في مدينة جامبا. فكان أحد رجال الجزائر الأفذاذ الذين أدوا دورا رائدا في الحركة الوطنية وثورة أو نوفمبر 54، تميز بذكاء خارق وعبقرية نادرة لا تزال نورا يسطع ويتجدد عبر الأجيال. دخل المجتمعون في نقاش حول نحذر ثم نفجر أو نفجر ثم ننظم، وكاد النقاش وكاد الاجتماع أن يخرج عن هدفه الأسمى. هنا تدخل سويداني بجمعة أيضا في لحظة حاسمة. يقول الشهود أنه قام وقف، كانوا قاعدين كلهم، فوقف سويداني بجمعة والدموع تنهب من عينيه ويتحدث بحرقة، فحسم الخلاف، حسم الخلاف لمصلحة المنظمين للاجتماع اللي هو بوضيف بومبو العيد من أجل التفجير أولاً.